خلونا نبدأ مشاهدينا مع خبرنا الأول والصدام الحاصل على منصة تويتر بين الفنانة اللبنانية إليسا ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ. الحكاية بلشت بعد تعليق لأحد معجبي إليسا طالب فيها تركي آل الشيخ باستضافة إليسا للغناء بموسم الرياض. طبعاً لترد إليسا على هالتعليق وتكتب: لما أنتم بتحبوا أنه أكون موجودة وتشوفوني بالحفل، هذا الشيء رح يصير بالوقت المناسب، لا تطلبوا هذا الشيء من أي حدا لأني رح أكون بالمكان يلي أنا مستحق أني أتواجد فيه. ولكن الظاهر أنه تغريدة إليسا وردة ما أعجبوا تركي آل الشيخ يلي أحرج إليسا ورد عليها بتغريدة تانية فقال لها: عشان كذا لم تستحق، أو عشان كذا لم تستحقي أن تدعي. أيضا كمان خلينا نشوف إليسا شو قالت. إليسا قالت أيضا أنه قامت بتغريدة طبعا بالرد على تغريدة المستشار تركي آل الشيخ الأخيرة، وقالت: بشكرك معالي المستشار، مش مشكلتي إذا فهم كلامي بطريقة مغايرة، على العموم ما في شيء بيغير من محبتي للشعب السعودي. وإليسا أيضا تابعت تغريداتها يلي بيظهر فيها محاولة عدم التصعيد وتحويل التغريدات لخلاف، وقالت أيضا: أكون كل المحبة والتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها أيضا، والوقت اللي حتشوفوني فيه مناسب أنه أنا يكون موجودة بيناتكم، هذا الشيء رح أعمله بكل محبة. يرد عليها أيضا المستشار التركي آل الشيخ ويقلا بتغريدة: أيوة كده بوضوح، أحب المملكة وفي الوقت اللي بنطلب فيه أنا جاهز. السجال الأخير أثار موجة جدل كتير كبيرة على منصات التواصل، وأشعل بين أشخاص من هاجموا الشيخ واعتبروا أنه طريقة كلامه كانت قاسية مع إليسا، وبين من شاف أنه إليسا ورد إليسا الأول كان خاطئ وحمل شيء من التسرع والتكبر. رح نشوف بعض التغريدات اللي انتشرت حول هالموضوع، واللي كانت هي ردود على تغريدات إليسا وردود على المستشار تركي آل الشيخ. البداية مع إبراهيم يلي قال: والشعب السعودي بيموت فيك بدون أدنى شك، والدليل هو خطأ لغوي صغير جدا وصلك ترند. زمان كانت الأخطاء يأخذون عليها 0/10، اليوم أخطائك العفوية الصغيرة بتوصلك ترند لأنك إليسا، اسمك وتاريخك بيشهدوا عليك. أما التغريدة الثانية أيضا مع صعب يلي قال: مفروض ما يتكلم برأي المجتمع السعودي كامل، يقول ما ننتظر محبتك، يقول ما انتظر محبتك. إليسا فنانة وبيشهد للتاريخ، وبتمنى أنه شوفها بالمواسم القادمة. أما حساب باسم MM قال: مع أني من محبينا لكن انصدمت من كلامها، البنت ما قربت منا ولا من شنتها، قصدهم البنت يلي هي طلبت من المستشار تركي آل الشيخ استضافة إليسا لموسم الرياض، وقالت بس تطلب من آل الشيخ أنه يجيب إليسا بموسم الرياض وما فيها شيء، يعني أنه لأنه هو المسؤول عن التعاقد مع الفنانين. فبرأيها أنه كان رد إليسا بقمة العنجهية والتكبر، إذا ما لها رغبة بالحضور تقدر أنه هي ترفض. أما دينا فقالت دينا وغردت أيضا: بعتقد أنه مش تركي آل الشيخ اللي المفروض يحدد مين بيغني بالسعودية ومين لا، والكل عارف كويس أنه إليسا بتستحق أنه تغني بكل مكان والسعودية كلها بتحبها.